طيب نعمل هارمونيك اناليسيس على ويف فورم ثانيه. هاي كمان كوازي سكوير ويف. وهاي سكوير ويف تختلف عن السابقه فيها. خلينا نحاول نرسمها بشكل عندي هذا الخط. راح اخذ هون هي 45 90 135 180. إذا هاي هون 45 درجة، هاي كلها 90 درجة، وهاي 45 درجة. بعدين بنسحب كمان 45 درجة، 90 45. هاي عندي هاي من هون لهون 180 درجة، هاي كمان 180 درجة، 45 90 45. اوكي؟ هذه ويف فورم. راح افترض انه هذه هون بلس ام، وهاي هون ماينس ام. اوكي؟ فهاي الويف فورم. هلا هاي الويف فورم بدنا نطلع الهارمونكس تبعتها. هاي طبعا ويف فورم غريبة شوي، في العالم اليوم ما بنشوفها. هاي كانت موجودة في القرن، لو كان موجود التو فيس سيستم في بداية القرن العشرين 1920 1930 قبل ما يستقر الثري فيز، كان في تو فيز سيستمز. بيجي عندي تو فولتجز على المصنع مثلا بينهم 90 درجة، فبيطلع عندي ويف فورم زي هيك لو سحبنا هاي من السبلاي. بس احنا بإمكاننا نحللها على اي حال. هلا عندي هون راح امشي بنفس الطريقة اللي مشينا فيها المرة الماضية. عندي الويف فورم اول شيء الافرج واضح انه زيرو، مش هيك؟ كل متفق انه الافرج زيرو. إذا A هون عندي زيرو، إذا no DC component. هاي أول قانون. القاعدة الثانية أو الرول الثانية إيش بنقدر نقول عنها هاي الويف فورم؟ لو لفيتها حوالين الأوريجين بتنطبق على نفسها، إذا هي odd signal. وإذا كانت odd signal إيش في عندي بس؟ only sine terms. no cosine terms. بعدين عندي هاف ويف سيمتري. عندي اذا عملت شيفت باي 180 درجه وضربت في ماينس بنطبقوا على بعض، مش هيك؟ اذا عندي هاف ويف سيمتري. والهاف ويف سيمتري معناها نو ايفن تيرمز. اذا ان راح تكون بس 1 3 5 7 9 الى اخره. اوكي مزبوط هيك. وبعدين ايش ضل عندنا؟ وعندنا كوارتر ويف سيمتري، فبقدر اقسمها من هون من 0 لباي على 2، مزبوط؟ هاي باي على 2، طب وهي قديش؟ باي على 4، هيك 45. اذا بصير عندي الكوفيشنت اللي هو احنا سميناه ايه؟ معامل الساين. انا عارف انه الكونفنشن مختلف بس احنا راح نسميه اي ام، معامل الساين. راح يكون عندي 4 ام على باي، مزبوط. والعنا هون او خلينا نسيبها كامل، راح اضرب في 4، راح اكامل من باي على 4 لباي على 2، راح اقسم او اضرب في 1 على باي، مزبوط. وعندي الام بقدر اطلعها لبرا، مزبوط. بضل عندي جوا هلا مضروب في ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي، مظبوط. هيك شغلنا لحد الان، فضربنا في 4 لانه كملنا من باي على 4 لباي على 2، لانه عندي كوارتر ويف سيمتري. ما فيش عندي شيء اصلا من 0 لباي على 4، فلذلك بديت الانتجريشن تبعي من باي على 4 لباي على 2 ساين ان اوميجا تي 4 ام على باي. هلا عندي هون اذا اخذت هاي بتصير ماينس كوساين ان اوميجا تي على ان 4 ام، وهاي هون عندي من باي على 4 لباي على 2. ناخذ الباي على 2 فبصير عندي هلا هون 4 ام على ان باي، وهاي بتصير عندي هون ماينس ماينس بتصير كوساين ان باي على 4 ماينس كوساين ان باي على 2. لكن بدنا نتذكر انه ان 1 3 5 7.
هلا هاي سهلة نخلص منها الباي على 2 إذا ضربت باي على 2 كوساين ان باي على 2 عندي بتصير صفر مش هيك؟ فبتطلع كلها هذه من هون صفر فبضل عندي هذا الترم فبصير عندي 4 ام على ان باي كوساين ان باي على 4 طيب كوساين ان باي على 4 لما ان بتكون 1 هاي بتكون ان باي على 4 هون بعدين عندي 2 انا مش ماخذها 3 بتصير هون هي 3 راح احط جنبها 3 راح احط جنبها 1 هون عندي 5 هون عندي 7 1 هون بصير عندي 9 10 11 13 15 الى اخره مضبوط فعندي 4 قيم هلا كوساين الكوساين راح يكون بوزيتيف هون وبوزيتيف هون مضبوط ونيجاتيف هون ونيجاتيف هون فبصير عندي هلا هذا بيساوي عندي 4 فهذا يساوي خلينا نطلع 4 ام على ان باي وهون راح يصير عندي محل هاي راح احط 1 على جذر 2 مضبوط كوساين 45 مضبوط 1 على جذر 2 وبعدين عندي هاي راح تصير تاخذ القيم راح تكون بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف للقيم 1 3 5 7 9 ما راح يختفوا هذول اذا راح يكون عندي بلس 1 ماينس 1 ماينس 1 بلس 1 بلس 1 ماينس 1 ماينس 1 هاي ل 1 هاي ل 3 هاي ل 5 هاي ل 7 هاي ل 9 11 13 اذا لو بدي ارسم الكل فاهم هذا ايش معناه انا يمكن ما عبرتش عنه بشكل دقيق هذا كل فاهم ايش هدول هاي القيمه هلا هون بدي اصير اعوض قيم ال فالاشاره هون راح تنضرب في اذا بدك سميها كي وكي تساوي هاي القيم لما ان بتساوي هاي القيم اوكي هذا المعامل هلا راح نكتب هاي كامله هلا الكل فاهم هدول من وين اجى من وين اجى هاد من وين اجت الاشاره بلس ماينس ماينس بلس بلس ماينس ماينس بلس بلس ماينس ماينس فرح يصير عندي بعدين تنتين ماينس وتنتين بلس وإيش بتلاحظوا ما اختفاش من هاي مضاعفات الثلاثة ما اختفوا أوكي نكتب إذن هلأ لو بدنا عشان نبين إنه إحنا فعلا فهمانين شو اللي عملناه بدي أقسم الآن الويف فورم هاي الموجودة هون اللي راح نسميها F أوميجا T للكومبوننتس تبعتها، هذا عامل مشترك بقدر أطلعه برا مش هيك؟ ما عدا الـ N لازم يضل هون فبصير عندي F أوميجا T اللي هي الكوزي سكوير ويف هاي تساوي بنطلع برا 4 M على باي على جذر التنين هذا الجزء، هلا هون إيش بصير عندي؟ هي انكتبت كوساين عم بحاول أكتب كوساين ساين مش هيك؟ ساين اوميجا تي اول وحده راح تكون بوزيتيف بعدين ماينس 1 على 3 ساين 3 اوميجا تي بعدين ماينس 1 على 5 ساين 5 اوميجا تي بعد ساين 5 اوميجا تي هون 3 اوميجا تي بعدين راح يصير بلس 1 على 7 ساين 7 اوميجا تي بلس 1 على 9 ساين 9 اوميجا تي وراح اكمل هون ماينس ماينس بلس بلس اوكي اذا هاي السيجنال اللي هون بقدر اقسمها معامل مشترك 4 ام واذا بدك تختصر الباي على 2 وتعمل هاي شو بتصير هاي 2 عفوا جذر 2 بتصير هاي 2 جذر 2 ها وعندي ساين له نفس الفريكونسي ثلث ساين ثلاث اضعاف الفريكونسي بس مضروب في ماينس خمس ماينس ساين 5 اوميجا تي 7 9 اوميجا تي اذا بس اللي مش موجودين هم الايفن فريكونسيز او الايفن هارمونكس الاود هارمونكس كلهم موجودين موجود 3 موجود 5 موجود 7 موجود 9 شركة كهرباء شو بتفضل انه يكون؟ بتفضل اني الغي الهارمونكس هذول مش هيك؟ مش بالحالة هذيك لغينا الثالث
فتخلصنا من جزء كبير. لاحظوا ليش بهمني الغي اللو اوردر هارمونكس اكثر من الهاي اوردر هارمونكس؟ مين اللي بزعجني اكثر، هدول ولا هدول؟ تمام. ومش بس هيك، وايش كمان؟ مضروب هذا برقم اصغر واصغر واصغر واصغر، فهدول بصيروا مهملين في النهايه. مين اكثر شيء مزعج؟ اللي مضروب في ثلث، اللي مضروب في 1/121 ما بياثرش عليه كثير اصلا، الماجنيتيود تبعه مضبوط، الفريكونسي تبعته اعلى بس الماجنيتيود تبعه. كمان الفريكونسيز العاليه اسهل اعملها فلترنج. الفريكونسي القريبه هل سهل اني اعمل فلترنج لهذا اللي هو بس 3 اضعاف الفريكونسي؟ هاي مين اسهل اعمل فلترنج لثلاث اضعاف الفريكونسي ولا 9 اضعاف الفريكونسي؟ اسهل دائما اعمل فلترنج للفريكونسي البعيده، الفريكونسي القريبه بتغلبني بالفلترنج تبعتها. كل فاهم هذا الفيزيكال انتربريتيشن، الفيزيكال معنى تبعها؟